الكلاب اللي هي الستري دوجز اللي في الشارع دي، خلينا متفقين ان كلنا احنا اللي جينا لها مش هي اللي جات لنا. الكلاب دي اوريدي موجوده في الشارع، واحنا اللي جينا قلنا المنطقه دي هنعمل فيها مشروع سكني، وجماعه بعد اذنكم يا كلاب اركنوا انتوا على جنب، احنا عايزين نقعد هنا، وبعد ما عملنا البيوت بتاعتنا بنقول لهم احنا مش عايزينكم عندنا. ده الموضوع باختصار. محتاج يتبص لها على مستوى كبير شويه وعلى مستوى حدود مدروسه، لان انت مثلا يعني انا حتى على المستوى المكان اللي انا فيه الاقي موضوع الكلاب ده مرتبط دايما دايما زيادته بالمخلفات. الاماكن اللي فيها مخلفات زياده بتلاقي فيها تجمعات للكلاب بشكل كبير، بينبشوا في الصناديق، الصناديق ما بتتلمش، فهم يقعدوا يدوروا على الحاجات اللي فيها. يعني اقصد اقول ان الموضوع محتاج يدرس بشكل متكامل، مش حته بس ان في كلاب في المنطقه مضايقانا فاحنا عايزين ان احنا نخلص منها، لا. يعني الموضوع محتاج يتعرف ايه الاتراكشنز بتاعت الحاجات دي، وحتى لو انا حبيت اقلل العدد ده هقلله ازاي وهعمل فيه ايه؟ هل من خلال عمليات تعقيم عندي الكباسيتي لده ولا لا؟ مين المؤسسات والجهات اللي هي تخش في دوت؟ مسؤوليه مين؟ يعني ويبقى في توزيع للمسؤوليات بشكل يعني مدروس، ما يبقاش اكبر من انها شكوى احنا بنشتكيها وخلاص يعني.